هذه الظاهرة من الميادين وفي عناوينها: قائد حرس الثورة في إيران: سنستهدف كل من كان له دور في استشهاد سليماني. الدول الأوروبية ترفض قرار واشنطن المضي بالعقوبات ضد طهران. سوريا تتهم الحكومة الهولندية بقبول دور التابع لواشنطن وباستخدام محكمة العدل في لاهاي لخدمة أجنداتها والقفز فوق القانون الدولي. فرنسا تنفي مزاعم واشنطن بشأن تخزين حزب الله أسلحة ونترات أمونيوم في أوروبا، وتطالب القوى السياسية اللبنانية بعدم تأخير تأليف الحكومة. المحادثات اليمنية في سويسرا بشأن تبادل الأسرى تحقق تقدما، والمجتمعون يتوصلون إلى أجندة عمل لتطبيق اتفاق عمان. معركة سياسية جديدة متوقعة في الولايات المتحدة بعد إعلان وفاة القاضية غينسبرغ في المحكمة العليا والجدل حول خليفتها. الرئيس الفنزويلي يصف جولة بومبيو في دول أمريكا الجنوبية بالفاشلة. لولا دا سيلفا ينتقدها ويقول إنها فقط لاستفزاز كاراكاس. أهلا بكم. حضر القائد العام لحرس الثورة الإسلامية في إيران اللواء حسين سلامي الرئيس الأمريكي قائلا: إن وعدنا بالانتقام للشهيد سليماني مؤكد وجاد وحقيقي. سلامي وفي كلمة له قال: إن إيران ستستهدف الأشخاص الذين كان لهم دور مباشر وغير مباشر في الاغتيال الجبان للجنرال سليماني، وهذه رسالة جادة. يا سيد ترامب، إن انتقامنا لاستشهاد الفريق العظيم قاسم سليماني أمر حتمي وجدي. نحن نستهدف أشخاصا كان لهم دور مباشر أو غير مباشر في هذا الاغتيال. نحن لم نستهدف عناصركم في عين الأسد، لكن فلتعلم أن أي شخص كان له دور في هذا الأمر سيتم استهدافه، وهذه رسالة جدية. أنت تهددنا بهجوم مضاعف ألف مرة ونحن نعرفك، وعندما قصفنا قاعدة عين الأسد افترضنا أنك سترد، وجهزنا مئات الصواريخ لندمر مصالحكم. وإذا قمت بذلك، وإذا سقطت شعرة واحدة من أي إيراني، فإننا سنرعبكم حتى أقصى الدرجات. قائد القوى البحرية في حرس الثورة الإيرانية العميد علي رضا تنجسيري قال إنه إذا وقعت حرب فسيتم إخراج الأعداء جثثا من مضيق هرمز. تنجسيري وفي حديث إلى وكالة إيسنا أكد أن منطقة الخليج هي منطقة حساسة لإيران وللآخرين، ولذلك فإن حضور الكيان الصهيوني فيها سيضر بالدول الأخرى. طهران لا تعد هذا تهديدا لها، لكن على الجيران ألا يسمحوا بحصول هذا الأمر لأنه خاطئ سيضرهم. وزارة الدفاع الأمريكية كانت قد أعلنت دخول حملة الطائرات USS نيمتز مع مجموعة سفن تابعة لها إلى مياه الخليج لأول مرة منذ 10 أشهر. الأسطول الأمريكي الخامس ذكر في بيان أن حاملة الطائرات عبرت مضيق هرمز مع طرادين. أوضح أن المجموعة الضاربة بقيادة حاملة الطائرات ستنفذ عمليات وتدريبات مشتركة مع الشركاء في المنطقة وفي التحالف. ومن العاصمة الإيرانية ينضم إلينا مدير مكتب الميادين في طهران ملحم ريا. أهلا ومرحبا بك ملحم. إيران لن ترفع الأعلام البيضاء في وجه إعلان حرب أمريكية على إيران أو حتى في محاولة تجويع الشعب الإيراني. هذه رسائل طالما سمعناها من القيادات الإيرانية العسكرية و السياسية منها. الآن في تصريحات الجنرال سليماني وتنجسيري، كيف يمكن أن نقرأ هذه التصريحات؟ بالنسبة لتصريحات اللواء سلامي يمكن فهمها انطلاقا من بعدين. البعد الأول هو بعد تكتيكي، وهو رد على التهديدات الأمريكية، تحديدا تهديدات الإدارة الأمريكية برد قاسٍ في حال حاولت إيران الانتقام أو التعرض أو استهداف الأمريكيين أو المصالح الأمريكية، وهو في نفس الوقت أيضا تحديد
تحذير لهذه الإدارة من القيام أو تنفيذ هكذا تهديد، والبعد الآخر هو بعد استراتيجي غير محدد بمكان وزمان، ولكنه محدد بخارطة الطريق. بمعنى أن اللواء سلامي أوضح جزءا آخر أو مرحلة أخرى من مراحل الانتقام الإيراني من الولايات المتحدة الأمريكية على خلفية اغتيالها للفريق الشهيد قاسم سليماني. نحن نعلم أنه منذ اللحظات الأولى لاغتيال فريق الشهيد قاسم سليماني أعلنت إيران عن هدف استراتيجي ورئيسي لعملية الانتقام، وهو إخراج القوات الأمريكية من المنطقة. ولكن هذا الأمر على مراحل، المرحلة التي أعلن عنها اليوم على لسان اللواء حسين سلامي هي استهداف القيادات التي لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة بعملية الاغتيال هذه. وهذا يشير إلى أن إيران لا تريد أن تنفذ انتقاما استعراضيا أو مسرحيا. إيران تريد استهداف شخصيات وازنة، قيادات مهمة في داخل الإدارة الأمريكية كان لها علاقة بهذا العمل. وهذا في الحقيقة يشير إلى نفي إيراني واضح للاتهامات الأمريكية بأن إيران كانت تنوي استهداف السفيرة الأمريكية في جنوب أفريقيا. أريد الإشارة هنا إلى نقطة في الحقيقة. خلال العامين الماضيين سمعنا تهديدات أمريكية، سمعنا تهديدات إيرانية مقابلة، وكان هناك توتر متصاعد حتى هذه اللحظة. ولكن إذا نظرنا إلى مسار الأحداث خلال هذين العامين، نرى بأن إيران أسقطت طائرة جلوبال هوك الأمريكية، لم تحرك أمريكا ساكنا. نرى بأن إيران رصدت القطع الحربية الأمريكية، البوارج، حاملات الطائرات حلقت فوقها ولم تحرك أمريكا ساكنا. استهدفت قاعدة عين الأسد بعد عملية اغتيال الفريق الشهيد قاسم سليماني ولم تحرك أمريكا ساكنا، بالرغم من أن القيادات والمسؤولين هنا في إيران كانوا يتوقعون بأن يكون هناك رد فعل من قبل الولايات المتحدة الأمريكية بعد استهداف عين الأسد. أمريكا ما فعلته خلال هذين العامين فقط هو الطعن من الخلف كما يقول القادة الإيرانيون عبر اغتيال فريق الشهيد قاسم سليماني، وأيضا فرض العقوبات الأمريكية. هذا يشير برأي المسؤولين الإيرانيين عسكريين وسياسيين إلى ضعف الولايات المتحدة الأمريكية في المواجهة المباشرة مع إيران. وهذا يأخذنا إلى ما قاله العميد تنكسيري بأن الجثث، جثث الأمريكيين ستخرج من المنطقة في حال اندلعت حرب أو يعني أجري أي اعتداء ضد إيران من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. إيران تعتقد بأن لديها إشراف عسكري وإشراف أيضا جغرافي على المنطقة، وبالتالي تفوق في أي حرب مقبلة. طيب، هذا الكلام بالنسبة للتهديدات والتحذيرات أيضا من محاولة المساس بإيران والشعب الإيراني أو أي حرب يمكن أن تستهدف البلاد فعليا، أيضا نريد أن نربطه الآن بالجانب السياسي والمتعلق برفض الدول الأوروبية لقرار واشنطن في موضوع المضي بالعقوبات ضد طهران. كيف ينعكس أو كيف يمكن أن يلطف إلى حد ما ويعني يوارب الباب أمام السيناريوهات السياسية أكثر منها العسكرية الآن؟ مع الولايات المتحدة الأمريكية الأبواب مغلقة في الحقيقة لأي سيناريو سياسي، لأي تفاوض ثنائي وغير ثنائي، بالرغم من أن إيران يعني تركت الباب مواربا لأي حوار في إطار مجموعة 5+1 يعني ضمن الحوارات النووية. ولكن في الحقيقة تعنت الولايات المتحدة الأمريكية رفضها للمقترحات الدولية بالعودة إلى طاولة المفاوضات وإلى الاتفاق النووي. أيضا هذا الأمر يغلق كل الأبواب للحوار، إن كان في إطار مجموعة 5+1 أو إن كان طبعا في الإطار الثنائي، وهذا الأمر مرفوض يعني بجملة وتفصيلا من قبل الجانب الإيراني. لكن هذا الأمر تحديدا الرفض الأوروبي للمطالب الأمريكية بإعادة تفعيل العقوبات الدولية مرة أخرى، هذا الأمر في الحقيقة ربما يرطب الأجواء أكثر بين إيران وبين أوروبا، يعطي هامشا أوسع لإنقاذ الاتفاق النووي
طبعا هذا الأمر منوط ومربوط بتفعيل الآلية المالية إنستكس من قبل الجانب الأوروبي، لكن في الحقيقة هذا الأمر قد يدفع إيران إلى إعطاء مزيد من الوقت لأوروبا من أجل تفعيل هذه الآلية. شكرا. بالشروط التي يتفق عليها كلا الطرفين، أوروبا من جهة وإيران من جهة أخرى. شكرا جزيلا لك ملحم ريا مدير مكتب الميادين في طهران، كنت معنا مباشرة من العاصمة الإيرانية. قال مستشار المرشد الإيراني للشؤون الدولية علي أكبر ولايتي إن مزاعم أمريكا حول تفعيل آلية فض النزاع كاذبة لا أساس لها كون أمريكا انسحبت من الاتفاق النووي. وأكد ولايتي في حديث لوكالة تسنيم أن كل هذه الضوضاء التي يصدرها الأمريكيون ليست إلا لجذب الرأي العام داخل بلادهم، وقال إن ميزان القوى في المنطقة لصالح المقاومة، مشددا على أن التطبيع الإماراتي البحريني مع الكيان الصهيوني هو إعلان عن علاقة كانت موجودة سابقا، وأن فشلهم في سوريا والعراق ولبنان واليمن أجبرهم على إعلان هذه العلاقة. بعد تلويح الولايات المتحدة بفرض عقوبات على إيران، أبلغت بريطانيا وفرنسا وألمانيا مجلس الأمن الدولي أن إعفاء إيران من عقوبات الأمم المتحدة بموجب الاتفاق النووي سيستمر بعد 20 من الشهر الحالي. في رسالة إلى المجلس قال الأطراف الأوروبيون الموقعون على الاتفاق النووي إن أي قرار أو إجراء لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة سيكون من دون أي أثر قانوني. اتهمت دمشق الحكومة الهولندية بقبول دور التابع الذليل للولايات المتحدة باستخدام محكمة العدل في لاهاي لخدمة أجنداتها والقفز فوق القانون الدولي. مصدر في الخارجية وصف في بيان له موقف هولندا بالمناورة للتمويه على فضائح النظام الأمريكي ومحاولة الحصول عبر محكمة لاهاي على ما لم تستطع الحصول عليه من خلال دعمها المنظمات الإرهابية. وأشار البيان إلى أن الحكومة السورية تحتفظ لنفسها بحق الملاحقة القانونية لكل من تورط بدعم الإرهاب، كما تحمل الدول الشريكة بسفك الدم السوري حكومات وأفرادا المسؤولية الكاملة عن دماء المدنيين وتدمير المنشآت. من دمشق تنضم إلينا مديرة مكتب الميادين ديما ناصيف، أهلا بك ديما. إذا بيان للخارجية السورية حول هذه الخطوة الهولندية يحوي على تفاصيل أيضا مهمة وكثيرة، لكن ديما لجهة التوقيت الآن، التوقيت في هذه الخطوة لهذه الخطوة الهولندية، كيف ترى دمشق هذه الخطوة لهذه الجهة خصوصا بعد تفعيل قانون قيصر منذ ما يقارب 3 أشهر، وأيضا على أبواب الانتخابات الرئاسية في 2021، هل طربت دمشق هذه الخطوة بهذين الحدثين؟ يعني لا شك بأن دمشق ترى في ذلك هو ضغطا سياسيا يوازي الضغط الاقتصادي الأمريكي، ضغط يعني ضغط سياسي بالنيابة كما يعني نفهم من البيان، بالنيابة عن واشنطن أو عن الطرف الأمريكي من البوابة الأوروبية وعبر هولندا، رغم أن هولندا يعني لم تملك خطابا معاديا إلى حد كبير في بدايات الحرب على سوريا، لكن اليوم هي التي يعني تطلع بهذه المهام بأن تكون رأس حربة في الضغط السياسي المستجد على دمشق من هذه الناحية أو بذريعة انتهاك حقوق الإنسان. وطبعا ترى دمشق بأنه لأن محكمة لاهاي أو محكمة العدل الدولية توجد على الأراضي الهولندية، لذلك تبرعت أو تطوعت هولندا لأن تقوم بهذه المهمة. طبعا اللافت أيضا أن الرد السوري كان سريعا يعني من الخارجية السورية، رغم أن الموقف أو يعني الدعوة الهولندية لم تتجاوز حتى اللحظة الإعلان عن نية هولندا بتقديم دعوة قضائية في محكمة العدل الدولية، وهي سلمت مذكرة لوفد الحكومة السورية في الأمم المتحدة بنواياها بأنها سترفع دعوة ضد الحكومة السورية بما يتعلق بانتهاك حقوق الإنسان. ومع ذلك جاء الرد السوري سريعا ليحدد بأن يعني أولا ليقول بأن هذا طلب أمريكي وهولندا تتصرف
بهذا على هذا الأساس بأنها ذراع أمريكية في أوروبا، ثانيا بأن هذا يعني هي آخر من يمكن أن تتحدث، وخاصة بعد الفضيحة الكبرى التي كانت بدعم هولندا للمجموعات المسلحة وتقديم ما يقارب 80 مليون يورو. وهذه النقطة مهمة ديما لو نقف عليها فعليا، يعني في وثائق في صدرت في 2018 تثبت بأنه هولندا دعمت أكثر من 22 فصيل مسلح في سوريا، من أبرزهم مسلحو جبهة الشامية، وهي أو هذا الفصيل صنفته النيابة العامة الهولندية أصلا على أنه فصيل إرهابي يحاول إقامة ما يسمى دولة الخلافة. استحضار دمشق لهذه النقطة مباشرة في بيانها، هل يشكل ورقة قوة الآن ضد هذه الخطوة الهولندية التي يمكن أن تتخذ؟ يعني هي دمشق تحاول أن ترد على التهديد الهولندي والتوجه بهذا الكلام إلى الحكومة الهولندية وإلى البرلمان الهولندي وإلى دافعي الضرائب، كما قال البيان بأنه هل يرضى الشعب الهولندي أن تكون حكومته طرفا في دعم مجموعات مسلحة إرهابية ومصنفة إرهابية في القائمة الهولندية. وطبعا يومها عندما نشر هذا التقرير بأن هولندا دفعت كل هذه المبالغ لمجموعات مسلحة مصنفة في هولندا إرهابية، هذا أحدث سجالا كبيرا جدا في البرلمان الهولندي، إلى درجة أن هناك بعض الأحزاب طالبت بسحب الثقة من وزير الخارجية الهولندي في ذلك الوقت، لكنها لم تحصل على تأييد أو على أغلبية في ذلك، وبالتالي لم تستطع أن تسحب الثقة من ستيف بلوك من يعني بموجب هذا الأمر. وأيضا اللافت في البيان بأن دمشق تقول بأنها تحتفظ بحق الملاحقة لمن تقول بأنهم يدعمون الإرهاب والدول التي قدمت الدعم للإرهابيين. وأيضا كان لافتا يوم أمس في كلام يعني ممثل الحكومة السورية في مجلس الأمن عندما قال أو عفوا في الأمم المتحدة عندما قال بأنه هناك الكثير من الدول التي ترفض استعادة رعاياها من الإرهابيين الأجانب، وهذا ما يجعل إمكانية أن يكون هناك استغلال لهم وأن ينشطوا في الدول التي تعاني من إرهابهم مرة أخرى. لذلك هو يعني بطبيعة الأحوال ليس إلا ضغطا سياسيا يواكب أو يوازي الضغط الاقتصادي من أجل يعني الضغط على دمشق بالمقابل لتقديم تنازلات أكثر فأكثر، وخاصة بما يتعلق بالعملية السياسية. شكرا جزيلا لك ديما نصيف مديرة مكتب الميادين، كنت معنا مباشرة من العاصمة السورية دمشق. أعلن المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية أن الجيش الأمريكي قام بتعزيز قواته في شمال شرق سوريا. ووفق المتحدث تم نشر رادار وتكثيف الطلعات الجوية للمقاتلات الأمريكية فوق المنطقة التي يسيطر عليها الجيش الأمريكي مع حلفائه الكرد. ووفقه أيضا فإن بلاده لا تسعى إلى التصادم مع أي دولة في سوريا، لكنها ستدافع عن قوات التحالف في حال تطلب الأمر ذلك حسب تعبيره. الرئيس الأمريكي كان قد أكد أن بلاده قلصت عديد قواتها في كل من العراق وسوريا، لافتا إلى إمكانية التوصل إلى اتفاق مع الكرد بشأن النفط في سوريا وإلى اتفاقات تطبيع أخرى بين دول عربية وإسرائيل. المحادثات التي أجريتها مع مبعوث الكويت كانت مميزة، وقد أظهر حماسة لجهة الاتفاقية التي وقعت في الشرق الأوسط، وأقول إن هناك 7 إلى 8 دول قد تلحق بالركب. لتقليل أعداد الفلسطينيين في القدس المحتلة تنتهج سلطات الاحتلال الإسرائيلي أساليب ضغط كثيرة، من بينها سحب الهويات المقدسية. هناء محامد. هو أسير محرر قضى في معتقلات الاحتلال عدة سنوات منذ أن كان في 16 من العمر، ولد وكبر في القدس، ولكن الاحتلال الذي لم يكف عن ملاحقته يوما قرر سلبه حقه في هذه المدينة. تم تبليغي بقرار نية وزير داخلية الاحتلال بسحب إقامتي خلال مدة 30 يوم. أنا بعتقدش أن الذريعة أمنية لهذا القرار هو قرار سياسي بحت، لأن القدس هي طفولتنا وهي أحلامنا وهي أمالنا وهي ذكرياتنا وهي مستقبلنا، فأنا لحد الآن صراحة ما متخيل حالي خارج هاي المدينة، وأتصور رح أبذل كل ما في وسعي من طاقة عشان ما يمر هذا القرار.
الذريعة لهذا التضييق تهمة جاهزة، وهي الانتماء إلى الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. لكن كما يقول هذا الشاب، فالقدس هي خياره، حتى بعدما أبعدت زوجته وابنه عن فلسطين إلى فرنسا وباتت العائلة مقسمة. تستند قضية صلاح إلى تشريع للكنيسة عدل قبل نحو عامين، ويمنح وزير الداخلية الإسرائيلي صلاحية سحب الهوية المقدسية بذريعة ما يسمى خرق الأمانة لدولة إسرائيل. فيما تستند حالات سحب الهوية والإقامة عادة إلى ما يسمى إثبات مركز حياة في القدس. مصطلح قامت باختراعه السلطات الإسرائيلية بحيث تفرض على المواطن المقدسي أن يقدم في كل مرة أوراق ثبوتية، على سبيل المثال كهرباء، ماء، إضافة إلى وجوده داخل مدينة القدس، هو وأولاده وعائلته. هو جزء من البيروقراطية الإسرائيلية التي تتبعها وزارة الداخلية الإسرائيلية من أجل زيادة الصعوبات على المواطن المقدسي بهدف تقديم سياسة إفراغ المدينة من سكانها وتهويد المدينة. تعد سياسة سحب الهويات المقدسية بهدف تقليل أعداد الفلسطينيين في المدينة انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، ويقدر عدد المقدسيين الذين فقدوا الهوية وحق الإقامة في القدس منذ العام 67 بنحو 15,000. هناء محميد، القدس المحتلة، الميادين. نفت الخارجية الفرنسية الادعاءات الأمريكية بشأن قيام حزب الله بتخزين الأسلحة ونترات الأمونيوم في عدة دول أوروبية بما في ذلك فرنسا. وفي شأن آخر، دعت الخارجية الفرنسية القوى السياسية اللبنانية إلى الاطلاع بمسؤولياتها وتأليف حكومة على الفور تحت رعاية رئيس الوزراء المكلف مصطفى أديب، وأعربت عن أسفها لعدم التزام الساسة اللبنانيين بتعهداتهم التي أعلنوها خلال زيارة الرئيس ماكرون. نبقى في الشأن اللبناني، حيث أعلنت قيادة الجيش اللبناني أنه لا يزال هناك 9 مفقودين، 7 لبنانيين وسوريان، من جراء انفجار مرفأ بيروت الذي وقع في 4 من الشهر الماضي. لفتت قيادة الجيش إلى أنها أنجزت أعمال المسح في المناطق التي تضررت من جراء الانفجار خلال 15 يوما، فيما تولت أعمال المسح 250 لجنة مؤلفة من 1000 ضابط ورتيب، إضافة إلى 500 مهندس مدني. شددت قيادة الجيش على أن ملف المفقودين لن يقفل، وأن أعمال البحث مستمرة في منطقة الانفجار. نقل مراسل الميادين عن مصادر لدى الأطراف اليمنيين المجتمعين في سويسرا أن الأجواء إيجابية، حيث تم تحقيق تقدم في جلسات محادثات تبادل الأسرى، كما تمكن المجتمعون من وضع خطوط عامة للحوار وأجندة عمل لتطبيق اتفاق عمان القاضي بالإفراج عن 1420 محتجزا. عقد الأطراف اليمنيون أمس 3 جلسات من المحادثات برعاية المبعوث الأممي مارتن جريفيث الصليب الأحمر الدولي، حيث تم وضع لوائح تضم أسماء المنوي الإفراج عنهم. الناطقة باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر قالت للميادين إن اللجنة جاهزة لتقديم الدعم اللازم من أجل تطبيق صفقة التبادل فور توصل الأطراف إلى الاتفاق المنشود. إن بدء المحادثات في سويسرا يعتبر خطوة جيدة نحو بناء الثقة المطلوبة، والأمر بات الآن في أيدي اليمنيين، وهم وحدهم قادرون على جلب التغييرات المطلوبة التي هم بحاجة إليها. إن اللجنة الدولية تشارك في تيسير هذه المحادثات، ولدينا دور الوسيط الحيادي في هذه العملية، وحين يتخذ القرار ونأمل أن يحصل ذلك سنكون جاهزين للعب دورنا بتقديم الدعم اللوجستي على مختلف الأصعدة، وسنقوم قبل عملية التبادل بإجراء مقابلات شخصية مع المعتقلين للتأكد من علمهم بالأمر وأن كل شيء يسير بشكل منظم. من جنيف ينضم إلينا مدير مكتب الميادين هناك موسى عاصي. أهلا بك موسى، أبدأ معك مباشرة بآخر المستجدات التي تمخضت عن هذه الجلسات، ماذا لديك؟
نعم، يعني بعد الجلسات الثلاثة التي عقدت بالأمس، اليوم صباحا عقدت جلسة أولى، وفي هذا الوقت تعقد الجلسة الثانية بين الأطراف اليمنية بالإضافة إلى الأمم المتحدة والصليب الأحمر الدولي ووفد يمثل السعودية. في خلال الساعات الماضية تم تقديم الكشوفات، كامل الكشوفات بالأسماء من قبل فريق حكومة صنعاء. بالمقابل فريق حكومة هادي قدم جزءا من هذه الكشوفات ووعد بتقديم المزيد خلال هذا اليوم أو يوم غد على أبعد تقدير، عندما تكتمل هذه الكشوفات ويتم مقارنة الأسماء الموجودة على اللوائح باللوائح التي كانت قد تم التفاهم عليها في عمان في أبريل نيسان الماضي، يمكن بعد ذلك البدء بالمرحلة التنفيذية. وهنا سيكون دور كبير ل الصليب الأحمر الدولي من أجل وضع اللمسات الأولى لصفقة التبادل، يعني المرحلة العملية لهذه الصفقة. أذكر بأن هذه المرحلة الأولى من عملية التبادل ستشمل 1420 أسيرا ومحتجزا، من بينهم 950 لأنصار الله و 570 للحكومة اليمنية برئاسة عبد ربه منصور هادي. إذن الأجواء بهذه الحال فعليا تبدو إيجابية انطلاقا من جلسات الأمس، حتى أيضا الجلسات التي عقدت ولا تزال تعقد اليوم في هذه الأثناء. هذا في الخطوط العريضة موسى، لكن الشيطان دائما يكمن في التفاصيل. أين يمكن أن تواجه هذه الجلسات فعلا العقد في الاتفاقات؟ في نقطة أساسية، وهي المطلب حكومة عبد ربه منصور هادي بإطلاق سراح أربع شخصيات، من بينهم شقيق الرئيس ناصر منصور هادي. وهذه مشكلة بالنسبة أو عقدة بالنسبة لهذه الجولة من المحادثات. فريق حكومة هادي يطالب بإطلاق سراح الأربعة، بينما فريق أنصار الله وحكومة صنعاء قدموا اقتراحا بإطلاق سراح شقيق الرئيس عبد ربه منصور هادي بمقابل قائمة بالأسماء تم تسليمها إلى الوفد الآخر والأمم المتحدة والصليب الأحمر الدولي من أجل إطلاق سراحهم مقابل إطلاق سراح شقيق عبد ربه منصور هادي. ولكن حتى الآن هذه القائمة لم يتم تسليمها من قبل فريق حكومة هادي للفريق الآخر، ويمكن أن تكون هذه عقدة تعيق تقدم هذه المحادثات. بالنسبة لفريق أنصار الله وحكومة صنعاء، بحسب مصادرهم قالوا للميادين بأن هذه المشكلة في حال وجدت ولم يتم تقديم هذه اللائحة، فأن المشاورات ستستمر والمحادثات ستستمر بشأن إطلاق سراح الأسماء الأخرى، مع الأخذ بعين الاعتبار بأن شقيق الرئيس عبد ربه منصور هادي لن يفرج عنه في هذه المرحلة إلى أن يتم التعهد بالمقابل بتقديم القائمة التي يطالب بها أنصار الله. مدير مكتب الميادين في جنيف موسى عاصي، شكرا جزيلا لك. الحرب والحصار السعوديان لليمن سلبا براءة عشرات آلاف الأطفال الذين توجهوا إلى سوق العمل لإعالة أسرهم. أحمد زبيبة. فرضت الحرب السعودية على الكثير من أطفال اليمن ترك مقاعد الدراسة والعمل في وقت مبكر، وبعد ضياع مستقبلهم تحول كثيرون منهم إلى معيلين لأسرهم هربا من الفقر والجوع. محمد وخلدون ومختار ثلاثة أطفال كبروا قبل أوانهم، وها هم اليوم يعملون في غسل السيارات بصنعاء بمشروع بسيط أطلقوا عليه سرويس السنافر، لعله يخفف من عوزهم ويوفر لهم إيجار المنزل ولقمة العيش بعد أن تقطعت بهم وبأسرتهم السبل في ظل الحرب. مع الحرب عضاهم مع الوضع هذا خرجنا الشارع مع الحرب هذا، وابي البيت ما اقدر اطلع مصروفه فيه، دحين نساعده بالمصاريف، واحنا اشتغلنا يعني لاجل تحسين الحال بالمعيشة، وايجار البيت هذه الايام يعني صعب، يعني واحد يفكر يشتغل لها اي حاجه. لا إحصاءات دقيقة حول عدد الأطفال الذين دفعت الحرب بهم إلى العمل، ولكنهم يزيدون عن نصف مليون طفل في أقل تقدير شردت الحرب أسرهم في مخيمات النزوح أو فقدوا معيلهم الوحيد في الحرب السعودية. 55% منهم من الذكور. يؤسفنا أن
آلاف الأطفال هم الآن في حالة طبعا يعيشوا حالة من التشرد. هناك كثير من الأسر فقدت العائلة الوحيد الذي كان يتحمل الأسر، لذلك دفعت بالأطفال إلى سوق العمل مبكرا. المنظمات الدولية رصدت قرابة 2 مليون طفل في سن التعليم خارج المدارس، يقابل ذلك تدفق كبير إلى سوق العمل المحفوف بالمخاطر وسط ظروف اقتصادية صعبة. أحمد محمد زبيبة، صنعاء، الميادين. الظهيرة مستمرة وتتابعون فيها بعد فاصل قصير. آمر المنطقة العسكرية الغربية في ليبيا يرفض اتفاق مع تيق وحفتر. من جديد مرحبا بكم. معركة سياسية جديدة من المتوقع أن تشهدها الولايات المتحدة بعد إعلان المحكمة العليا وفاة القاضية روث بادر غينسبرغ. المعركة السياسية تتمحور حول من سيخلف غينسبرغ، والجدل حول مستقبل المحكمة العليا قبل الانتخابات الرئاسية، إذ ستمنح وفاة هذه القاضية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرصة لاختيار قاض محافظ مكانها، الأمر الذي سيقلب توازن المحكمة بين الليبراليين والمحافظين ويؤثر في الكثير من القضايا المهمة في البلاد لسنوات. إذا من واشنطن ينضم إلينا مدير مكتب الميادين منذر سليمان. معركة سياسية جديدة إذا منذر في الولايات المتحدة، هذه المرة بشكلها القضائي، لكن توقيت ما قبل الانتخابات الآن يعطي الرئيس ترامب الفرصة فعليا يعني اكتساب هذا الموضوع لجانبه ولجانب المحافظين أيضا بتعيين مباشرة قاض ورئيس يناسبهم ويناسب التوجهات. ما هي الخيارات؟ هل يمكن أن يقوم ترامب بهذا الخيار أم أن هناك معوقات أمام هذا الموضوع أيضا؟ يعني عادة في الانتخابات الأمريكية يذكر موضوع مفاجأة أكتوبر، ويبدو أن من المفاجأة أتت في سبتمبر أيلول وليس أكتوبر. طبعا هذا لا يعني أنه لا توجد مفاجأة قادمة. نحن في أمريكا بلد العجائب أحيانا، لذلك هي مفاجأة قد يكون لها تأثير على الطرفين الديمقراطي والجمهوري، ولكنها تبدو في الشكل وفي التوقيت وكأنها هدية لترامب. لماذا؟ لتحفيز قاعدته الانتخابية. هي ستلعب دور بالتأكيد إضافة إثارة على الانتخابات المثيرة جدا هذه المرة، لأنها ستكون لديها مكامن التحفيز للطرفين، للحزب الجمهوري بمعنى أن تعطي لترامب الفرصة بأن يحسم الأمر في المحكمة العليا، والمحكمة العليا عمليا هي التي تدير وجهة ثقافة وهوية أمريكا، لأن الأمور الأساسية الحساسة التي يختلف عليها عادة تحسم عبر المحكمة العليا. وإذا كان هناك من محافظين، معنى ذلك موضوع الإجهاض، موضوع اقتناء السلاح، موضوع الهجرة، موضوع حتى الإعدام، كل هذه الأمور يمكن أن تصب في خانة معينة. طبعا بكونها كون RBG، وهذا ما كانت يرمز إليها بالأحرف الأولى لاسمها، كانت مناضلة يعني على الصعيد القانوني لصالح المرأة، لصالح المعاقين ولغيره، وبالتالي من هذه الناحية كونها امرأة وكون أن يفترض أن يكون امرأة بديلا لها، ولا يعرف إذا كان ترامب مثلا قد يأخذ امرأة مكانها، قد يشكل حافز للحزب الديمقراطي وللمرأة بالمزيد من التحفز والتحرك في هذه الانتخابات. إذن الخيارات كما ذكرتي، الخيارات أن ترامب يستطيع تقديم من يمكن أن يحل مكانها. سيكون هناك خلاف على هذا الأمر، لأنه سبق للرئيس أوباما أن حاول أن يضع قبل 11 شهر من الانتخابات، لم يسمح له من قبل الحزب الجمهوري، واعترض الحزب الجمهوري، قال أن الانتخابات عندما تحسم الرئيس الجديد يحق له تسمية. الآن لا يستطيع الحزب الجمهوري أن يدعي مسألة سبق له أن اعترض عليها مع أوباما،
أن يوافق عليها مع ترامب. طيب. ربما تبدو هذه مشكلة. طيب أيضا كان هناك تصريح لرئيس أو زعيم الأغلبية فعليا حول أنه على استعداد لعقد جلسات للمصادقة، لكن أيضا في انقسام من قبل أعضاء فعلا من الحزب الجمهوري ويمكن ألا يوافقوا على هذا الموضوع أو فعلا أنهم لم يوافقوا على هذا الموضوع. نريد أن نفهم هذه النقطة منك بتفاصيلها وما هي انعكاساتها أيضا. في التعبير السياسي الأمريكي تسمعون من وقت لآخر البطة الكسيحة لام داك. نعم. هي تنطبق على حالة الآن عندما تحصل الانتخابات في 3 نوفمبر. بين 3 نوفمبر حتى 20 يناير موعد تسلم الرئيس الجديد المنتخب تعتبر الكونغرس يعتبر بطة كسيحة، بمعنى ليس بمقدوره العمل، ليس هناك كونغرس جديد. نعم. يبقى الكونغرس القديم هو الذي يعمل. إذن كون هناك أغلبية لدى الحزب الجمهوري ربما في تلك الفترة يستطيع ترامب أن يسمي ويحاول زعيم مجلس الشيوخ الأغلبية الجمهورية يحاول تمرير أي تسمية. طبعا هذه ستكون مشكلة كبرى لها تعقيداتها، لأنه أيضا كما ذكرتي في داخل الحزب الجمهوري هناك أعضاء يعانون من معركة محتدمة حول انتخابهم. نعم. وعليهم أن يتخذوا موقف من هذا الأمر، فبالتالي وهناك يعترضون على أن يقوم الرئيس ترامب في هذه التسمية. نعم. في هذه الفترة المحدودة جدا أو فترة البطة الكسيحة للكونغرس، لذلك يفترض أن يكون هناك حذر حول هذا الموضوع. إذن ليس سهلا على ترامب أن وعلى زعيم الأغلبية أن يمارس القدرة على تنفيذ تقديم عضو جديد، سيكون هناك مواجهة لهذا الأمر. منذر سليمان مدير مكتب الميادين في واشنطن، شكرا جزيلا لك. الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو ينتقد جولة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في أمريكا الجنوبية واصفا إياها بجولة حرب فاشلة، ويأتي ذلك عقب تدريبات عسكرية على الحدود الكولومبية الفنزويلية. غراسيا بيتارو. حضر إلى أمريكا الجنوبية محرضا ضد فنزويلا، فجاءه الرد مباشرة من الرئيس الفنزويلي. نيكولاس مادورو اتهم وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بأنه يقوم بجولة حرب فاشلة وقد حصدت نتائج عكسية. مايك بومبيو يقوم بجولة للتحريض على الحرب ضد فنزويلا، لكنها ارتدت عليه وهو فشل في جميع محاولاته لحشد حكومات القارة من أجل تنظيم أنفسها في حرب ضد فنزويلا. حتى 1000 مايك بومبيو لن يكون بإمكانهم إشعال حرب في أمريكا الجنوبية. يجب أن تكون القوات البوليفارية الوطنية وشعبنا وقواتنا المسلحة أكثر استعدادا للدفاع عن السلام والأمن الإقليميين وحق شعبنا في التقدم. هذا الاستعداد ترجم سريعا على الحدود الفنزويلية الكولومبية، حيث شاركت القوات المسلحة الفنزويلية في تدريب عسكري وجرى نشر أكثر من 7000 جندي على الحدود لمنع القوى الأجنبية من التدخل في الأراضي الفنزويلية. ومن الداخل البرازيلي لم يسلم بومبيو من الانتقادات، فالرئيس البرازيلي السابق لويس أنيسيو لولا دا سيلفا قال إن بومبيو زار البرازيل فقط لاستفزاز فنزويلا. إن زيارة مايك بومبيو إلى البرازيل هي دليل على افتقار حكومة بولسونارو للسيادة الوطنية. إنه لا يحترم البرازيل. بومبيو لا يحترم نفسه ولم يفكر أصلا في الدفاع عن السيادة البرازيلية. بومبيو يواصل جولته على جيران فنزويلا من أجل زيادة الضغط على مادورو، وقصد في هذا السياق مركز استقبال اللاجئين في مدينة يوافيستا الحدودية، نقطة دخول عشرات المهاجرين الفنزويليين. وهنا استغل الجولة ليقول إن على الرئيس الفنزويلي أن يغادر من دون أن ينسى تعداد المساعدات الأمريكية المقدمة إلى هؤلاء المهاجرين الذين فروا من بلادهم.
لوحت بكين بإجراءات غير محددة للرد على واشنطن لحظرها تنزيل تطبيق تيك توك وحجب تطبيق ويتشات. بيان للخارجية الصينية اتهم الولايات المتحدة بالتنمر ودعاها إلى الكف عن أفعالها الخاطئة والالتزام بجدية بقواعد وأنظمة دولية منصفة وشفافة. وزارة التجارة الأمريكية كانت أعلنت أنه سيتم حظر تنزيل تطبيقي تيك توك وويتشات اعتبارا من يوم الأحد بسبب مخاطر قالت إنها تتعلق بالأمن القومي. رفض آمر المنطقة العسكرية الغربية في ليبيا اللواء أسامة جويلي اتفاقا بشأن النفط بين نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق وقائد القوات العسكرية في الشرق الليبي خليفة حفتر، مضيفا أنه سيكون هناك موقف من أعضاء المجلس الرئاسي والنواب بشأن الاتفاق. جويلي شدد على ضرورة أن يظهر من يحرص على وحدة ليبيا تنازلا عن مصالحه الشخصية في الحوارات الدولية المقبلة. كان حفتر أعلن استئناف إنتاج وتصدير النفط شرط عدم استخدامه في تمويل ما وصفه بالإرهاب. أكد تقرير نشرته مجلة فورين بوليسي أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو يكثف الضغوط من أجل ضمان شطب اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب قبل تشرين الثاني نوفمبر المقبل. ووفقا لفورين بوليسي فإن هناك دعما متزايدا داخل الكونغرس ودوائر القرار الأمريكية لاتجاه شطب السودان من قوائم الإرهاب الأمريكية وضرورة طي الملف وتقديم الدعم اللازم لإنجاح التحول المدني في البلاد. أزمة دوائية حادة في غزة، ووزارة الصحة تحذر من تداعيات كارثية على الخدمات الصحية في ظل جائحة كورونا. أحمد غانم. يوما بعد آخر تتزايد أعداد المصابين بفيروس كورونا في غزة في ظل تحديات كبيرة تواجه منظومة العمل الصحي، أبرزها توفير مواد الفحص والمسح المخبري للفيروس، والتي أعلنت وزارة الصحة نفاذ أكثر من 65% منها، مؤشر خطير سينعكس سلبا على تراجع أعداد الفحوصات اليومية وسيقلل من قدرة الجهات المختصة على حصر الوباء. المسحات الخاصة بفحص الكوفيد 19 تكاد تكفي لدينا فقط لأيام عديدة. المختبر المركزي بوزارة الصحة بحاجة ماسة لتدعيمه بأجهزة إضافية من أجل رفع القدرة على إجراء الفحوصات الخاصة بمرض كوفيد 19. انعكاسات أزمة الأدوية الخانقة طالت أقساما حيوية كأمراض الدم والسرطان والفشل الكلوي والعمليات والطوارئ، بعد نفاذ أكثر من 47% من الأدوية ونحو 33% من المستهلكات الطبية، ما ينذر بأزمة إنسانية ما لم يستجيب العالم لنداءات الاستغاثة العاجلة ويلزم الاحتلال بكسر الحصار وإدخال اللوازم الطبية. نطالب المجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي من أجل تحمل مسؤولياته الكاملة في توفير المقومات الصحية والإنسانية باعتباره القوة القائمة بالاحتلال. دخول جائحة كورونا إلى غزة فاقم من خطورة الأوضاع الصحية فيها، ولا سيما أنها تعاني أصلا من نقص حاد في أسرة العناية الفائقة وأجهزة التنفس الصناعي والتي تمنع إسرائيل إدخالها حتى اللحظة. وتشكل قدرة المنظومة الصحية في غزة على الصمود في مواجهة الجائحة أمرا بالغ الصعوبة، ولا سيما في ظل تزايد أعداد المصابين من جهة وتجدد أزمة الأدوية من جهة أخرى، وهو ما يستدعي إلزام العالم لإسرائيل بتحمل لمسؤوليتها القانونية كدولة قائمة بالاحتلال. أحمد غانم، غزة، الميادين. بدأت مديرية الآثار في حلب بإعادة ترميم السور الشمالي والسور الشرقي لقلعة حلب التي دمرت بتفجيرات افتعلها المسلحون خلال سنوات الحرب. بخطوات هادئة وحذرة يعمل هؤلاء العمال والخبراء في إعادة إعمار سوري قلعة حلب، إحدى أجمل وأكبر وأعرق القلاع في العالم والمدرجة في لائحة اليونسكو للتراث العالمي. مديرية الآثار والمتاحف في المدينة سارعت بعد انتهاء الحرب إلى إعادة ترميم السورين الشمالي والشرقي اللذين دمرتهما تفجيرات المسلحين المتتالية في المنطقة.
المشروع طبعا ترميم اسوار قلعه حلب له اهميه كبيره، لانه نظرا طبعا لاهميه هالاسوار الدفاعيه ولانه فيها تركز الضرر التهدم. يعتبر القائمون على إعادة ترميم سور قلعة حلب أن عملهم من الأعمال الشاقة والأكثر صعوبة نظرا إلى موقع القلعة المتربع على تلة مرتفعة، فيما يجري الاعتماد في هذا العمل على الدمج بين التقنيات الحديثة والطرق والأساليب التقليدية القديمة كاستعمال مادة الكلس المستخدمة في البناء خلال فترة العصور القديمة بهدف إعادة السور إلى ما كان عليه سابقا، بينما يتم عزل الأحجار وترقيمها وإزالة الركام وحفر أساسات السور عبر عمال ترميم مختصين بتلك المهمة. قبل ما نبني هذا الجدار لازم نرسم هذا الجدار على الكمبيوتر، تتوضح فيه تقسيم كل حجر، ما هو أنه بس رسم الجدار، لا بدنا نرسم كل حجر كل حجر، وبدنا نوضح كيف بده يترابط مع الحجر اللي جنبه واللي فوقه واللي وراه. 6 أشهر قابلة للتمديد هي الفترة التي يتوقعها القائمون لإنهاء ترميم سوري قلعة حلب وإعادة الجمال والألق الكامل إلى تلك القلعة التي ستطوي مع انتهاء الترميم صفحة جديدة من صفحات الحروب التي مرت على حجاراتها الأثرية الخالدة. إلى العناوين. قائد حرس الثورة في إيران: سنستهدف كل من كان له دور في استشهاد سليماني. الدول الأوروبية ترفض قرار واشنطن المضي بالعقوبات ضد طهران. سوريا تتهم الحكومة الهولندية بقبول دور التابع لواشنطن وباستخدام محكمة العدل في لاهاي لخدمة أجنداتها والقفز فوق القانون الدولي. فرنسا تنفي مزاعم واشنطن بشأن تخزين حزب الله أسلحة ونترات أمونيوم في أوروبا، وتطالب القوى السياسية اللبنانية بعدم تأخير تأليف حكومة. المحادثات اليمنية في سويسرا بشأن تبادل الأسرى تحقق تقدما، والمجتمعون يتوصلون إلى أجندة عمل لتطبيق اتفاق عمان. معركة سياسية جديدة متوقعة في الولايات المتحدة بعد إعلان وفاة القاضية غينسبرغ في المحكمة العليا والجدل حول خليفتها. الرئيس الفنزويلي يصف جولة بومبيو في دول أمريكا الجنوبية بالفاشلة. لولا دا سيلفا ينتقدها ويقول إنها فقط لاستفزاز كاراكاس. لتفاصيل أوفى حول أخبار العالم يمكنكم دائما متابعة صفحات الميادين على الإنترنت باللغتين العربية والإسبانية. شكرا للمتابعة، دمتم سالمين.